نصبح على دكتور خالد المصري اللي هو مدير منظمة شمس الأمل، هو معنا من الريحانية عبر السكايب. صباحك يا رب دكتور. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا أستاذ الكريمي. هلا بك. أول شيء تفضل. أحب وجه التحية للتلفزيون السوري على جهودكم الطيبة، بارك الله فيكم. هلا بك، واجبنا وأقل من واجبنا. يعني نذكر بالتقرير تقريبا 1000 طالب تستوعب المدرسة خلال فوج واحد، هل تفكرون يكون بأكثر من فوج حتى تقدرون تستوعبون عدد أكبر من الطلاب؟ وأيضا رأينا من خلال تقرير أنه إعدادي وابتدائي، ماذا عن الثانوي؟ هل سوف يكون هناك مشاريع يعني مستقبلا حتى تستوعب العدد الأكبر من الطلاب الثانوي؟ أنستي كريمي، أول شيء بحب بس أعطيك نبذة كيف آلية عملنا. نحن دائما نبحث، نحن نركز على دعم التعليم بشكل عام بمناطق الشمال وحسب الحاجات. بالنسبة لوضع المدارس، نحن فعلا رأينا حاجة كثير كبيرة. بعض المدارس كانت حتى تستوعب الطلاب يبنوا خيام، مديرية التربية بغصن زيتوغان تبني خيام بالباحات مشان تستوعب أعداد كبيرة من الطلاب، وهذا بتعرفي بيأثر على جودة التعليم. يعني ما في شيء اسمه تعليم ضمن خيمة، غير صحي. فلما شفنا تمام، شفنا الحاجات الكبيرة أساسا للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الصف الأول للصف التاسع. فبالتنسيق مع الأخوة في مديرية التربية بغصن زيتون مجلس محلي، تم إنشاء هذه المدرسة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب، هذا كمرحلة أولى. طبعا نحن في عندنا خطط مستقبلية إن شاء الله دعم التعليم ضمن سلسلة مدارسنا. لحد لو وصلنا نحن اللي عمرنا مدرسة جنديرس، وبعدها في كمان مدرسة بمدينة قرية اسمها صندرة اللي عم نعمرها كمان لنسد الحاجات الأساسية. الحقيقة الحاجة الأساسية للطلاب هي من الصف الأول لصف التاسع. ربما العدد يمكن العدد حاجة لكن أقل شوي، لكن إن شاء الله في خطة بالتنسيق مع التربية إن شاء الله نعمل مدارس. يمكن العدد الأكبر من الطلاب هو فعلا بين هاتين المرحلتين الدراسيتين. طب ذكرت أنه في يعني أيضا مدرسة. رح تشتغلوا أيضا على العملية التعليمية بشكل عام، أو أنه في مشاريع مستقبلية، إذا ممكن نجملها بشكل مختصر، وهل بدأ الطلاب بالدراسة بالمدرسة الجديدة؟ تمام أستاذ الكريم، المدرسة الجديدة هلا الطلاب في تسجيل قائم بالمدرسة، والأخوة المعلمين كادر التعليم عم يستقبلوا كل الطلاب اللي عم يجيهم، والحمد لله في استيعاب جيد. جميل. الأخت الأنسي تفضلت إنه 1000 طالب ممكن زيادة، نعمل شفتين دوامين اثنين في حال لقينا أعداد طلاب كبيرة، هذا الشيء كله وارد. في عندنا كادر تدريسي وفي طاقم ومجهزين لهالأمور إن شاء الله تعالى، طبعا حسب الأعداد، وغالبا الأعداد اللي عم توصلنا هلا وصلنا فوق 1000، فإجبارا رح نسوي دوامين إن شاء الله تعالى. يعطيكم ألف عافية. بالنسبة الله يبارك فيك. بالنسبة لموضوع الاستمرار في سلسلة التعليم، الحية الحاجة هي تفرض علينا السير، وبتفرض علينا أن نقوم بتلبية الحاجات. بتعرف القطاع التعليم ضروري جدا، وخاصة إحنا بدأنا بالتعليم بدعم قطاع التعليم من عام 2015. أول مدرسة بديناها هي مخيمات دير حسان. وجدنا أطفال بالعمر 9 سنوات وعشر سنوات خارج قطاع التعليم ما عم يتعلموا، نتيجة عدم وجود مقاعد دراسية وعدم وجود مراكز تعليم جيدة. كانت المدارس كلها عبارة عن خيام ومراكز بدائية. فباشرنا سلسلة مدارسنا من دير حسان، وتابعنا، وإن شاء الله نحن مستمرين بدعم التعليم بما له أهمية كبيرة جدا أكيد. يعني ملف التعليم هو مش ثانوي، وكلياتنا واجبنا أن نقف إلى جانب التعليم حتى طلابنا يعني ما يتسربون من المدارس، أو حتى تكون بصفوف فعلا تليق بهم. يعني مثل ما قلت أنه قبل من خلال يعني الزلزال ضررت كثير من المدارس، واضطرت بعض المدارس انه تقيم خيمه من خلال باحه المدرسه حتى يتم تدريس الطلاب بهم. اليوم شعور الطلاب بعد ما رجعوا مقاعد دراسه الى مكانهم بالمدرسه، وايضا اهلهم، هل كانوا متشجعين؟ هل كان ايضا يعني ببهجه وايضا اندفاع للدراسه؟ والله أنسة الكلمة عم توصلني أحيانا بعض الصور طلاب وفرحتهم كثير، وعم يتفرجوا على المقاعد وعلى السبورات وعلى الغرف الصفية. يعني حقيقة لما تشوف الابتسامة الكبيرة للطلاب تنسى كل هموم الدنيا. يعني هذا إنجاز إن شاء الله تعالى، أسأل الله القبول منه. الحقيقة نحن كمان حاعدين هدايا للطلاب، هلا طبعا لكل طلاب، ما نحن عندنا حوالي بحدود شيء 6500 طالب، وهلا راح تنضاف الى مدرسة الفيحاء الجديدة. الحقائب المدرسية القرطاسية بشكل كامل لكل الطلاب. حلو. فان شاء الله تعالى راح نزيد فرحة ونسهل عليهم صعوبات التعليم ان شاء الله تعالى 100%، خاصة انه يعني مع بداية الموسم الدراسي بيكون عبء فعلا على كل الاهالي لتأمين مستلزمات الدراسة دائما ببداية ايلول في هيدي المشكلة.
هو أنا بحبه بصراحة، يعني العودة للمدرسة ولهي الذكريات، وفعلا يعني بتعزز التعليم، لكن بظل ظروفنا الصعبة أكيد يعني هو كارثة لصداري ولموضوع أيضا القرطاسية. فيعطيكم ألف عافية يا رب. أي والله فعلا. إذا بدنا نحكي شوي عن مدينة جنديرس تحديدا اللي كثير تضررت بفعل الزلزال، هل لديك أستاذ فكرة عن عدد المدارس مثلا التي تعمل اليوم، عدد المدارس التي تضررت والتي تحتاج إلى ترميم؟ أستاذ الكريم والله أنا عندي جدول كامل، هذا طبعا بالتشارف مع مدير التربية، في عدد كبير الحقيقة من المدارس، وأكبر مدرسة تضررت في جندرس هي مدرسة خالد بن الوليد، هي أضخم مدرسة موجودة بمدينة جندرس، وحقيقة إجا قرار بناءنا مدرسة فيحاء لنحاول نستوعب الطلاب اللي يتسربوا من مدرسة خالد بن الوليد نتيجة عدم أهليتها للتعليم حاليا. البناء تضرر بشكل كبير وفي هلا بمرحلة الهدم وإعادة بناء من جديد. حقيقة في عدد كبير من المدارس ضررت يعني، لكن تعرف الضرر كان بين خفيف وبين متوسط وبين كبير. الأعداد الكبيرة المدارس للهد هي ثلاث مدارس، أكبرها هي مدرسة خالد، هاي اللي انهدم بشكل كامل غير قابلة للتعليم. مدرسة فيحاء إن شاء الله شارك كتف عن مدرسة خالد ويستوعبت قسم كبير من الطلاب، وإن شاء الله نحن بالتنسيق مع التربية نشوف شو في مدارس ممكن نساعد فيها. في هلا أحد الجمعيات الثانية كمان تبنت إعادة هدم وبناء مدرسة خالد الوليد، ونحن كلياتنا بنساعد سوا ان شاء الله لنسد هالثغرات هاي. الحقيقه زلزال ضرر كثير مدينه جندرس واثر على قطاع التعليم، طبعا بيضاف لكل القطاعات لكن قطاع التعليم بشكل خاص كان له نصيب كبير. يعني جميل التنسيق اللي بينكم بين المنظمات حتى فعلا نوصل لدرجه فعلا ملف التعليم يدعم بشكل كامل، اضافه الى الملف الصحي اكيد هو ذات الاهميه. ذكرت انه الكادر التدريسي اليوم بلش يدرس الطلاب وايضا يستقبل الطلاب، لكن بالنسبه للاختصاصات يعني مثل ما نعرف ما عاد احنا مثل قبل انه صف خاص يدرس الابتدائي والمعهد مثلا يدرس هذا الشيء، لا احنا وصلنا لدرجه انه لازم يكون تخصص، يعني تخصص تاريخ، تخصص فلسفه، صحيح. تخصص رياضيات. هل الكادر الموجود اليوم بالمدرسه الجديده هو كادر مختص واكاديمي؟ أنا استيقظ مشان أكون صريح معك، معظم الكادر في عنا اختصاصيين، لكن أحيانا ما بنلاقي اختصاصيين يغطوا كل الأعداد للطلاب، فمضطر نتعاقد مع معلم صف عنده خبرة بالتعليم مشان يغطي محل معلم صف أخصائي مثلا جغرافيا أو تاريخ أنت فضلت أوي، فهذا أحيانا نجبر عليه، لكن دائما نحن نعمل لما بنلاقي الأخصائي للفرع المعين بنجيبه إن شاء الله تعالى. ختاما دكتور خالد خلينا نحكي شوي عن تجهيز المدرسة، الوسائل التعليمية المساعدة، يمكن المخابر وما إلى ذلك. والله أستاذ الكريم نحن دائما عندنا موظف اسمه مشرف تعليمي، هو مهمته يدور على المدارس ويتناقش معهم شو الوسائل التعليمية بحاجة المدرسة، ونحاول نأمن أكبر قدر ممكن من الوسائل التعليمية. هلأ بالنسبة للمخابر بصراحة بنعاني شوي، بعض المواد اللازمة للمعلمين ما متوفرة دائما بالسوق، لكن دائما عندنا خطه كل شيء لازم نحاول نجيبه، كل شيء متوفر بنجيبه، بحيث طلابنا يكون عندهم جو تعليمي اكاديمي بشكل جيد وما يكون عندهم اي نقص بالتعليم، وسائل ايضاح كلها من خرائط مجسمات كلها بنحاول نعمل اياها. عندنا تقصير بسيط بالمخبر نتيجه صعوبه تامين كل المواد، يعني لكن ان شاء الله يعطيكم الف عافيه. اكيد بظل هاي الظروف وهي الاعداد الكبيره يعني كل ما تقومون به هو مقدر، ويعطيكم الف عافيه. بدي اشكرك على المعلومات اللي قدمتها دكتور خالد المصري مدير منظمه شمس الامل، كنت معنا عبر السكايب من الريحانيه. شكرا لك. شكرا لك وشكرا للاستاذ الكريم وشكرا لكل اسره التلفزيون السوري. شكرا لكم.